محمود وادي. احلى كرات فلسطين، احلى لعبه المنتخب الفلسطيني، لانه محمود وادي من ابرز المهاجمين العرب في هذه الفتره. لاعب تالق في كاس الكونفدراليه الافريقيه هذا السيزون مع فريقه المصري البورسعيدي وقت كان يدربهم حسن حسن، وصل حتى للسيمي فاينل البطوله القاريه وخرج وقتها من فيتا كينشاسا الفريق الكونغولي لوادي يعكسها وادي. لا والله لعبها في المرمى، مش ممكن يا جباسكي، مش ممكن ابو جبل، وكانه اصبح في كل مباراه لازم هدف من نص الملعب. الاهداف العالميه تتكرر من جديد في شباك سموحه الزرقاء. هدف عبد الله السعيد مع بيراميدز. هرب اربعه هجمه راسيه من جريندو، تعدي خطير محمود والتصويبه محمود والجبل. قلت لكم اعزائي المشاهدين، قلت لكم اصبروا عليه، جايه ومحمود وادي يسجل مشاهدينا الهدف الاول والفرحه الاولى بكعب القدم. قلت لكم لعيب ان شاء الله يكون له مستقبل كبير. الخامه موجوده والمهاره موجوده والقدرات البدنيه والفنيه اللي بتصل من اول تلت لاخر تلت. وادي ضربه راسيه حلوه وجول جول 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 جول، عملها وادي وسجل الهدف الافتتاحي في هذا اللقاء، والهدف رقم 500 في بطوله الدوري المصري. بقدم اليسرى عبد الناصر دي ماريا تتلعب على القابل ورايب وادي راسيه يا وادي حلوة كرة العرضية 10 على 10، والرأسية حط انت الدرجة بقى. ادي كرة خطيرة، فرصة يا جريندو، يلا يا جريندو، راح جريندو لعب كرة عرضية، جول لمحمود وادي، هدف اول للنادي المصري الان. الله يا جريندو على هذه التمريرة، الله على هذه التمريرة. المصري يضرب الان بالهدف الاول هناك في ملعب الثامن من مايو. اسلام عيسى يلعب الكره العرضيه لكنه سياره تخبط لخبطه، والهدف الاول وادي خلاص خد التذكره، حجز مكانه، قاعد موجود وبيسجل جوه 18، حجز دائم. ده اشترى يا راجل، ده امتلك ما اجرش. وادي على طول بيسجل الهدف الاول، سجل افريقيا رايح جاي وبيسجل. عندهم مشكله في النواحي الدفاعيه في الكرات المرتده، راح التاني اسلام عيسى واللمسه والتسديده ولسه وجول والتعادل، جول التعادل محمود وادي. يا قلنا على المشكله اللي هتواجه نادي بيراميدز في الشوط الثاني في السيطره على منطقه وسط الملعب. بالفعل يسيطر المصري، ولسه بقول ان في الشوط الثاني مسيطر تماما النادي المصري، وواضح ان هو نص ملعب افضل من منا. هدف من الافارقه في الكره المصريه بالتاكيد جون انتوي. ادي امامنا اول هجمه والعرضيه والهدف الاول الهدف المبكر مع الدقيقه الثانيه. هنا امامنا الدبابه البرج الفلسطيني لسه بنتكلم عنه، ولسه بنقول المحطه المهمه في التلت الهجومي للمصري البورسعيدي، يسجل الهدف الاول بعرضيه متقنه واستغلال المساحه في ظهر الدفاعات. لسه يمكن ما كلمناش عن تشكيله المقصه، ولكن ايه شغل تكتيكي معمول زي ما الكتاب بيقول، التحرك خلف. لكن اسلام ما يخافش يا ولد، ادي البينيه بانفراد. لو استلم يا ولد، انت في وادي وكلهم في وادي تاني يا محمود يا وادي. الجلاديتور المصارع محمود وادي انه يقع، بسم الله ما شاء الله ما وقعش. جول رصاصه الرحمه، جول 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 جميل. اسلام عيسى ينزل يسجل ويصنع للفلسطيني الاصيل محمود وادي. تطرد وادي عايز يستلم، ادي قوه محمود وادي بيعدي من بازوكا، فرصه للنادي المصري لو لعب بشكل جماعي يوصل الكوره ممكن. جول احمد شكري عملها وادي من اول تمرين وبرأسية الوان ثري. بص تسديده عمرو موسى تسديده رائعه، كوفي والكور الثابته برضه محمود وادي. ايه الاسيست ده يا راجل، ايه الاسيست الرائع ده، التسديده الحلوه دي ما يلحقش الزنفولي والكوره على طول.
محمود حمد يلعب رمي التماس جوه منطقة الجزاء. وادي يعدي وعيسى جول. الثانية خلاص ثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول. وادي 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 كان هيختمها كان هيختمها ويكدبني وادي. يا سلام عليك يا وادي، انطلاقة في وسط ثلاثة، ده جري في الوادي، جري لوحده في الوادي، زقها وثلاثة حواليه بيقدفه بيقدفه وسقطها حلوة حلوة. لولا الشناوي وبراعته يبقى الولد ده قماشة حلوة، الولد ده قماشة حلوة. انطلق انطلاقة روعة الروعة في وسط الثلاثة وبأطراف أصابعه الشناوي. برافو. منتظرها رمضان، وادي كورة في منتهى الخطورة عند أوسن أموتو، ممكن يلعب العرضية. وادي العرضية، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، بترتد من القائم الأيمن، فرصة كبيرة ولكن هارد لك هي كورة كده، ولكن فرصة كبيرة بترتد من القائم بعد كورة بالكعب من محمود وادي من محمود وادي. Các cầu thủ Palestine để có thể ghi bàn nếu như chỉ đá xong đó có phiền nào. ضيع وقت هم الاثنين. محمود وادي يستلم، بص المسافة اللي ما بين محمود وادي، يا نهار ابيض، بص الكورة. من 12 نشوف اسلام عيسى الاول. التعادل 0-0 كان كتير ما بين الفرقتين، كان موجود في كم مباراه؟ موجود في 5 مباريات من 7 تعادلات. نشوف محمد مسعد، انطلاقه من كريم لالا، الفلسطيني في المرتدة، كونتر اتاك، كرة طويلة في دار الدفاع، الكنترول ممتاز، دخول منطقة الجزاء، يلعب الكرة من يكون؟ طبعا هو محمود وادي يوزع كرة وفي منطقة الجزاء وفي خطأ، في فاول واضح للمنتخب. بالخطأ، كرة غريبة جدا جدا من محمد مجدي، وهجمة خطيرة وتسديدة حلوة، وادي المتابعة جول، لكن على طول في راية وصفارة، وكانت فرصة كبيرة جدا جدا. بص شوف مع بعض احداث الشوط الثانيه دي. وادي محمود وادي واستلام عملها كويس. خد انا هاي لاون بوي كاتهم دول فيكا ايزي العبها لمحمود وادي اللي
اسلام عيسى ترجع ورا تاني على طول حطها وادي وادي حسينها. ابو سليمه بيلعب كوره في الامام عند محمود وادي، المره دي عمل كنترول ويطلع المره دي اوت تليفونك لنتك الحل. اماميه كره ملعوبه جهه اليسار لاسلام عيسى قريبه من منطقه الجزاء، يحاول يلعبها لوادي، استلام على خطوره تذكر هنا، هدف كان سجله في شباك انبي في الموسم الماضي. المباراه انتهت 3-2 كانت لصالح فريق المقاول العرب. كرة تحضر وضربة رأس إسلام عيسى لفريق المصري من داخل منطقة الجزاء، ولكن بين أحضان حارس المرمى عامر متى يصل المصري لشباك عامر. فريقين الحقيقة، وإن كان بيقترب النادي المصري من مرمى احمد يحيى، هتوصل عند وادي، وادي يستلم يطلعها لبره عند اسلام بيراميدز. رجب بكار من اللعيبه المميزه، ادي على طول عمرو الميداني. لا في اهداف النهارده يعني كتير. محمود وادي يستلم لحسين رجب، وادي التسديده في الشبكه من بره، في الشبكه من بره من حسين رجب. التهيئه حلوه قوي كانت من محمود وادي، والتسديده والتكمله كانت من حسين رجب صاحب الهدف الافتتاحي. تمشي كرة المنتخب الفلسطيني، كرة طويلة منطقة الجزاء، محمود وادي يخدم وبالأرقام وبجدول الترتيب المستويات قريبة. وإسلام عيسى، إسلام عيسى، إسلام عيسى، يا سلام يا سلام يا إسلام عيسى، هاتها من طريق مصر بورسعيد. بص الكرة اللي فاتت دي، إسلام عيسى خدها. مباراة تقيلة للمصري بورسعيدي، ومباراة إثبات ذات جديدة ما بعد مباراة النهاردة. أدي أمام الكرة تعدي عامر تحضير مع محاولة عن طريق لاعب كريندو، ولكن كرة أدي عرضية القط، وأدي رأسية وادي. يا ولد يا وادي يا ولد يا جاد يا ولد يا ولد، على التكنيك الرائع من محمود وادي، طار في الهواء وعمل تيكوف رائع. شوف لعيب المصري بيتفرجوا عليه، شوف على طريقة كريستيانو رونالدو، وادي التصدي على طريقة